هذا كان مخططهم الذي أطفأه الله. السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء. قبل أن أبدأ أصلي وأسلم على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد، وسنبدأ من نشأة إسرائيل بعد الحروب العالمية. كما تعلمون جميعا أن إسرائيل أنشئت على أرض فلسطين الحبيبة، ونزعوا الأرض من أهلها وعاثوا فسادا بمساندة القوى العظمى وبيد الخونة العرب، وساعدهم جهل المتفشي بين المسلمين. بعد نشأة إسرائيل وهزيمة العرب في عدة جولات وحروب تمثل انتصارات وهمية للصهاينة، تمت بالتآمر مع العساكر العربي والحكومات العربية حتى من قبل سقوط الدولة العثمانية، وبعدما ظن الصهاينة أنهم قد استقروا وأقاموا عاصمة مملكتهم المزعومة، فكروا في جمع فقراء اليهود من شتى أنحاء العالم لتكوين نواة الجيش الإسرائيلي وتزويده بأحدث العتاد العسكري لاستكمال مسيرتهم في التوسع بالمنطقة والسيطرة الكاملة عليها وعلى ثروتها. لكن وجدوا أمامهم عدة مشاكل. المشكلة الأولى أن الغالبية العظمى لليهود لا تريد الهجرة إلى إسرائيل. المشكلة الثانية قلة عدد الجنود في الجيش الإسرائيلي، مما اضطرهم إلى الاستعانة بطوائف أخرى مثل الدروز والأحد وبعض الأعراب البدو وغيرهم. كانت معهم الفرصة كبيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ويرجع ذلك إلى أن الدول العربية المجاورة تحميهم، ولكن ما زالت المشكلة كبيرة وعويصة ولا يستطيعون تحقيق ولو جزء يسير من أحلامهم. ومنذ ما يقرب من 80 سنة وهم داخل فلسطين، برغم أن نفوذهم السياسي في كل الشرق الأوسط بل في كل العالم، ولذلك فكروا في تنفيذ مخططهم بيد غيرهم كالمعتاد. وجاءتهم فكرة الشرق الأوسط الجديد وفكرة الفوضى الخلاقة، لكنهما فشلا، فلم يعد أمامهم حل إلا الإبادة الجماعية وبشكل عسكري. ولكن كما تعلمون الجيش الإسرائيلي من ناحية العدد لا يستطيعون أن يقوموا بذلك حتى مع أقوى الأسلحة التي يملكونها، ولم يكن أمامهم حلا إلا استعمال القوميين الأكراد والملاحدة منهم، لأنهم العدو اللدود للعرب والفرس والترك. ولذلك حاولت أمريكا وإسرائيل بكل قوتها أن تنشئ الدولة الكردية تحت مسمى كردستان الكبرى، وهذه الدولة تقطع مساحات شاسعة من شمال العراق وشمال سوريا والشمال الغربي لإيران ومن الجنوب التركي، لتتكون عليها كردستان الكبرى. وبالفعل من سنوات طويلة أنشأوا كردستان العراق، حاولوا إنشاء كردستان سوريا، لكن تركيا وقفت بكل قوة وأفشلت هذا المخطط. فماذا كان المطلوب من كردستان الكبرى؟ وماذا كان سيحدث لو نجح المخطط الأمريكي الإسرائيلي الصهيوني؟ كان المنتظر هو ما يلي: أولاً تقسيم تركيا واقتلاع التيار الإسلامي منها وعمل البلبلة والقلاقل وهدم النظام التركي، وإغراق تركيا في الفوضى العارمة، وتقسيم الأراضي التركية كغنيمة باردة بين اليونان وأرمينيا وكردستان، وفصل تركيا عن محيطها الإسلامي، وبالتالي سينتشر الفقر والجهل والمرض والكفر والإلحاد، وسيضطر الشباب التركي للقبول بالتجنيد في جيش الأكراد بأجر زهيد، وسيدفعون به إلى ساحات الحرب ضد الشعوب العربية. ثانيا بعد خراب تركيا، كما هو مذكور في الفقرة الأولى، كان سيتجه الجيش الكردي وأمامه المجندون الأتراك، وكان سيتجه إلى حرب وإبادة الشعوب العربية وحتى إبادة الفرس كذلك. هذا هو المطلوب من كردستان. من الواضح أن إسرائيل تعجز عن تنفيذ هذا الأمر لأسباب عديدة، وأهمها قلة عدد الجنود. لو نجح الصهاينة في إنشاء كردستان الكبرى لكان الدولة عدد سكانها يساوي 7 أو 8 أضعاف عدد سكان إسرائيل، ومساحة أراضيها أكبر من إسرائيل بأضعاف، وموقعها الاستراتيجي أشد أهمية من إسرائيل. وكان يمكنها بمساعدة الأمريكان إنشاء جيش به 7 أو 8 ملايين مقاتل، ولهذا كانوا يستطيعون غزو وتقسيم تركيا، وكانوا سيأخذوا من الأتراك تحت ضغط الفقر والحاجة جيشا ربما يصل عدده 3 ملايين مقاتل، وكلما دخلوا دولة عربية يفسدوها وينشر الفقر حتى يضطر الشباب بالقبول للتجنيد عندهم،
وقتال أهلهم الذين يلونهم. ويستمر المخطط بهذا الشكل حتى يتم السيطرة على جميع دول الشرق الأوسط وجميع الدول العربية والإسلامية. ثالثاً، بعد السيطرة العسكرية تأتي الإبادة البيولوجية لنشر السموم في الطعام ونشر الفيروسات والأمراض الفتاكة كما فعلوا مع الهنود الحمر من قبل. كان هذا مخططهم الذي أطفأه الله.